خلونا نرحب بالدكتور بدوي رهبان، وهو خبير الكوارث الطبيعية وتغير المناخ ومدير الحد من الكوارث الطبيعية في اليونسكو سابقا، وهو معنا من باريس عبر سكايب. أهلا بحضرتك. مساء الخير. لماذا خرج هذا التحذير بالرغم من أننا بنشوف طول الوقت يعني تحذيرات ويعني تعهدات من الدول بأن احنا هنخفض أو هنعمل على تخفيض درجة الحرارة؟ هذا التحذير هو مبني على معطيات علمية، وهو ضروري وجائز. نعرف أن للأسف الأنشطة التي نقوم بها لمواجهة آثار تغير المناخ ولمعالجة أسبابه، إن جهودنا لا تكفي. تبعات تغير المناخ تتجاوز التوقعات العلمية للأسف، من آثار إن كان من مظاهر مناخية متطرفة كموجات حر، كطوفان، كسيول، كعواصف، كجفاف. إن هذه المظاهر تتجاوز التوقعات العلمية، لذلك يجب من جهة أن نعالج أسباب تغير المناخ التي هي انبعاث للغازات الدفيئة في الفضاء من مصانعنا، من وسائل النقل، من البنى التحتية، من الاعتماد على الوقود الأحفوري. إذا يجب أن نعالج هذه الأسباب، نعالجها بأن ننتقل إلى طاقات نظيفة وأن نخفف من الانبعاثات للغازات الدفيئة. للأسف إن الدول أجمعها لا تفي بهذه الوعود والأهداف. من جهة ثانية، يجب على المجتمعات والدول أن تتكيف مع آثار تغير المناخ من مظاهر مناخية متطرفة التي ذكرتها. إذن هذان المقاربتان للأسف ليس على المستوى المطلوب. يجب دق ناقوس الخطر. عايزه ارجع مع حضرتك لهذا البحث اللي منشور في مجله ايرث سيستم ساينس داتا، ويعني حضرتك بتتفق معاه الى اي درجه؟ ينطبق على المقياسات العلميه التي تتخذ دوريا من قبل فريق كبير من العلماء والخبراء الذين يراقبون أسبوع بعد أسبوع، شهر بعد شهر، يراقبون التغيرات التي تحصل في كوكبنا. وخلاصة دراستهم إلى أن التداعيات وأن التطورات في تغير المناخ تأتي أسرع من التوقعات. طيب هل لو الدول يعني كانت تفي بالتزاماتها، هل هنشعر بهذا التغيير الإيجابي أو نشعر بالتغيير الإيجابي المأمول سريعا، ولا ده برضو بياخد وقت؟ بالطبع هناك جهود اتخذت وتتخذ من قبل الدول، وهذا مرحب به، ولكن ما هو مؤكد أن هذه الجهود ليست كافية، وأن الوعود والالتزامات التي تتخذها الدول وأيضا الدول الغنية والصناعية بنوع خاص، إن التزاماتها في المؤتمرات أو في الكواليس الأممية هي لا تنفذ على الأرض. إننا نشهد على سبيل المثال كما قال أمس الأمين العام للأمم المتحدة، نشهد أن الانبعاثات للغازات الدفيئة في العام 2023 زادت بنسبة 3% بدل من أن تتخفض، بدل من أن تنزل. نعم. 3%. يعني أعتقد أن احنا اللي نقدر عليه أن احنا نفضل يعني نسلط الضوء على هذا الملف علشان يمكن الدول بالفعل تبدأ أنها تفي بالتزاماتها وتقوم بمجهودات أكبر لإنقاذ الأرض. أنا بشكر حضرتك دكتور بدوي رهبان، خبير الكوارث الطبيعية وتغير المناخ ومدير الحد من الكوارث الطبيعية في اليونسكو سابقا. شكرا لوجود حضرتك معنا مباشرة من باريس عبر سكايب.